ايوه نزل الماء. السرعة بتاعت ده 2.13% والسرعة بتاعت ده 2.44%. تمام؟ فاضل لي خطوة كده في المسألة إن أنا أعمل تشيك على رينولدز نمبر. رينولدز نمبر بقى بيساوي إيه؟ بيساوي رو في دي على ميو. مش صح؟ إحنا هو القانون اللي إحنا واخدينه كده؟ عشان كده هو في الجدول بيكتب لك دايما دي. دايما الدي اللي موجوده في الجسم في الابعاد اللي هو حاططها في الجدول هي دي اللي بتستخدمها رينولدز نمبر. هي دي دايما اللي بتستخدمها رينولدز نمبر. يعني لو جاب لك جسم هيقول لك انا عندي البعد ده دي والبعد ده ال، يبقى اللي هتستخدمه في رينولدز نمبر هو الدي. تمام؟ هتحسب رينولدز نمبر هيطلع لك فعلا اكبر من 10 اس 4. الفيسكوستي بكام؟ هتشتغل على دي وهتشتغل على دي، هتحسب الاثنين. بس انت لو انت حاسب الاثنين هتشتغل على الاصغر الاول. لو طلعت الاصغر اكبر من 10 اس 4 يبقى كده الاكبر اكبر من 10 اس 4. وفر على نفسك وقت يعني. طب الفيسكوستي بتاعت الماء كام؟ 1 من 1000. الفيسكوستي بتاعت الماء 1 من 1000 باسكال سكند. تمام؟ الرو ب 1000، السرعه هتاخد السرعه الاصغر، هيطلع الرقم ده فعلا اكبر من 10 من 10 اس 4، وبالتالي كده انت حليت صح. طب لو طلع اقل من 10 اس 4 هتعمل ايه؟ عندك بديل؟ عندك بديل؟ هتكتب كومنت هتقول له ان الرقم ده ممكن يكون مش صح لان رينولدز نمبر اقل من 10 اس 4. خلاص؟ او يكون هو مدي لك بديل. بدل ما هو مديك الجدول ده بس في الامتحان، لا مديك رسمه ثانيه فيها نفس الشكل بسي دي مختلف. بس ده طبعا مش هيحصل في الامتحان. تمام؟ واضح؟ واضح؟ يبقى احنا بس في المساله دي دخلنا البوينتس فورس، دي حاجه لو انت شغال في ليكويد لازم تبقى مدخل البوينتس فورس. والحاجه الثانيه موضوع ان انت لما تيجي تشتغل في الجدول لازم تاخد كل قيم في الجدول. سهله؟ جميل. نحل مساله ثانيه. لا 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 لا، الليفت فورس عمودي على اتجاه الفلو. انا لو الجسم ده اتحرك تحت يبقى الفلو اتجاهه لفوق. الليفت فورس هتبقى افقيه في الحاله دي. الدراج فورس اتجاه الفلو، يعني انت لو رميت نفسك من فوق مبنى الهواء بيزقك ازاي؟ لفوق. ده دراج فورس مش ليفت فورس، ملوش دعوه خالص بالليفت فورس. الليفت فورس عمودي على اتجاه الفلو. الليفت فورس هتبقى مفيش لان الجسم سيمتريك. اول لما تلاقي الجسم سيمتريك تعرف على طول مفيش ليفت. في ليفت فورس على العربيات؟ الليفت فورس على العربيات دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ عشان كده بنحط السبويلر. السبويلر وظيفته ايه؟ يولد ليفت فورس لتحت عشان تثبت العربيه في الارض. خلاص ايه؟ السبويلر ده اللي بيبقى متركب في اخر العربيه من ورا. شبه الجناح كده بس يبقى مبسوط من ورا. مش في كل العربيات. مش في كل العربيات، وهي على حسب انت لو عايز تجري بسرعه. هي انت المشكله انت بتظهر ان يبقى في ليفت فورس في السرعات العاليه، فانت بتركب عشان عليه. والحقيقه يعني العربيات الجديده دلوقتي ده بيخلي السبويلر بيتفتح على سرعات معينه، لان انت وانت ماشي بسرعه قليله لما يتولد ليفت فورس لتحت داون فورس دي بالسبويلر بتتقل العربيه، بتزود الفريكشن فبتزود استهلاك الوقود. فهم بيعوضوها ان هو يخلي السبويلر يفتح على سرعات معينه. الحقيقه هو موضوع الليفت والدراج ده موضوع مليان ابلكيشنز، يعني موضوع ظريف جدا. صح؟
المسألة رقم 24 المسألة عبارة عن نوزل الاريا الأول بكذا والاريا عند الخروج من النوزل بكذا. معلش الأرقام غريبة شوية لأن أصلا المسألة كانت بريتش يونتس كانت قولينها لسه يونتس ما هي الدايمتر بالإنش عادي ممكن يجيلك بالإنش وأنت تحوله عادي. الدايمتر 2 إنش الماس بتاعت الكورة مديها لك والسي دي بتاع الكورة مديها لك والروب بتاعت الهواء مديها لك. هو بيقول لك هات لي البريشر عند رطب واحد بكام عشان يحافظ على الكورة دي تفضل متعلقة في الهواء الكورة دي عشان تبقى متعلقة في الهواء لازم تبقى متزنة. يبقى ايه الفورس اللي عليها؟ عندي فورس لفوق اسمها دراج فورس لان الفلو طالع من النوزل خلاص وعندي الوزن وعندي بوينسي فورس. بس البوينسي فورس هنا ممكن اهملها لان انا شغال في هواء تمام. يبقى المساله دي عندي الدراج فورس لازم يكون بيساوي الويت بيساوي عندي ولا مش عندي؟ عندي الماس يبقى ام جي والدراج فورس سي دي في نص رو يو سكوير في الاريا بروجكت. السي دي هو مديهولي بنص ده مديهولي بنص والرو مديهالي 1.23 من مية جيفن والاريا بروجكت بتاعت الدايره بتاعت الكوره دايره اللي هي باي على 4 في الدايمتر سكوير. الدايمتر 2 انش ده يبقى كم متر؟ 2 على 12 في 3 4 5 دي 5 الانش 2.54 من 100 سم واقسم على 100 يبقى 2 2.45 من 2.54 من 100 و2
وقسم على 100. طب يعني عندي الدايمتر، يبقى كده المجهول في المعادله دي ايه؟ السرعه اللي انا محتاجها عشان الكره دي تبقى ثابته. السرعه اللي انا محتاجها عشان الكره تبقى ثابته، تمام؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب السرعه دي هتيجي منين؟ من النزل. في حاجه من اتنين، في حاجه من اتنين، المساله دي بتيجي على شكل من اتنين. شكل زي ده ان هو بيقول لك في المساله بيقول لك نجلكت الجرافيتي فورس، نجلكت سوري الجرافيتي افكت، نجلكت الجرافيتي افكت، نجلكت الجرافيتي افكت يعني نجلكت البوتنشال انرجي، نجلكت الجرافيتي افكت يعني نجلكت البوتنشال انرجي، خلاص؟ وبالتالي انت بتعتبر ان الفلو اللي طالع من هنا بنفس سرعته اللي هتوصل للكور، خلاص؟ لو ما قالكش الجمله دي هتعمل ايه؟ هيبقى الفلو كل ما يطلع لفوق سرعته تقل. طب اجيب ازاي السرعه عند النوزل هنا؟ اطبق برنولي ايكويشن، هطبق برنولي ايكويشن ما بين النقطه دي والنقطه دي، البريشر هنا بزيرو، البريشر هنا بزيرو، السرعه هنا انا عايزها، السرعه هنا انا حسبتها، الزد فرق الزد المفروض ان هو هيكون مديهولك في المساله، فرق الزد المفروض ان هو هيكون مديهولك في المساله، ده لو هو ما قالكش نجلكت جرافيتي افكت. هنا قال لك نجلكت جرافيتي افكت، يبقى السرعه دي هي سرعه الخروج من النوزل، يبقى السرعه اللي انا حسبتها دي هي سرعه الخروج من النوزل. طب انا عايز البريشر تحت، بريشر البريشر عند نقطة واحد، يبقى السرعة اللي أنا جبتها هي السرعة فوق، أنا عايز البريشر عند نقطة واحد، أطبق بالرولي إيكويشن، ده بقى فلو فلو فان، خلاص؟ أطبق بالرولي إيكويشن يبقى بي واحد على جاما زائد زد واحد زائد بي واحد سكوير على 2 جي بتساوي بي 2 على جاما زائد زد 2 زائد بي 2 سكوير على 2 جي زائد اتش لوس. وفي المساله قال لك نجلكت الجرافيتي افكت ونجلكت الفريكشن افكت، الفريكشن افكت اللي هو ايه؟ اللوسز، يبقى مفيش لوسز ومفيش زد، يتبقى لي فرق البريشر وفرق السرعات، فرق البريشر وفرق السرعات. انا عايز البي 1، انا عايز البي 1، البي 1 عندي ولا مش عندي؟ عندي فين؟ مش عندي. طب انا عندي البي 2 ولا لا؟ بزيرو. مفتوح على الاتموسفير ده بزيرو. البي 2 عندي، يبقى انا لازم يكون عندي البي 1 عشان اجيب البي 1 الكونتينيوتي ايكويشن. يبقى انا دلوقتي هطبق الكونتينيوتي ايكويشن A1 B1 بتساوي بتساوي A2 V2 ومنها اجيب، يعني انا هطبق الكونتينيوتي. ايوه هتسال السؤال اللي انا عايزه، اصبر هخلص بس الحته دي وبعد كده هسال السؤال اللي انا عايزه. اكيد هطبق A1 V1 بتساوي A2 V2 اجيب ال V1، اعوض بيها في المعادله دي اجيب البريشر وهو ده المطلوب. اسال بقى سؤالك ايه؟ لا مش ده السؤال اللي انا عايزه. هو قايل لك في المساله نجلكت جرافيتي افكت، نجلكت جرافيتي افكت يعني نجلكت البوتنشال انرجي زي الفل. رو 1 A1 V1 بتساوي رو 2 A2 V2، والرو هتروح مع الرو لان الرو 1.23. ده كومبريسبل. هل ينفع اطبق برنولي ايكويشن اصلا هل ينفع اطبق برنولي ايكويشن في حاله الكومبريسبل فلو؟ لا ما ينفعش، المفروض لا ما ينفعش، صح؟ الا في حاله احنا المفروض ان الكومبريسبل فلو، ان الغاز بعتبره كومبريسبل فلويد الا في حاله اللو ماك نمبر، اللي هو يبقى اقل من كام؟
3 من 10 بس لو حسبت الماك نمبر هنا هيطلع لك اكيد اقل من 3 من 10 دي حاجه خلاص. فالمساله هنا السرعه قليله فممكن اعتبر الغاز انكمبريسبل دي حاجه. الحاجه الثانيه لما يديك في المساله رو بتساوي كذا لو اداك في المساله رو بتساوي كذا يبقى هو بيقول لك افترض ان الرو دي قيمه ثابته فاقدر اشتغل بالانكمبريسبل. يعني هو بالنسبه لنا في المسائل اول لما تلاقي الرو يبقى تعرف ان هو بيقول لك يستخدم الرو ثابته خلاص. الحاجه الثانيه وده والصح يعني ان انت بتحسب الماك نمبر وتشوف لو طلع اقل من 3 من 10 يبقى اقدر اعتبر الغاز انكمبريسبل واشتغل بمعادلات الانكمبريسبل وهي دي الحاله الاولى. نعم اهو هتلاقي هنا السرعه الاكبر حاجه هتطلع 31 حاجه كده السرعه دي 2 هتطلع 31 فانت كده بتوقع ماك نمبر 1 من 10. potential energy هتشيل زيادات بس كل حالات الصوره دي لا لا هو انت لو في فرق زد يبقى هو هيقول لك هنا الزد بكذا وهنا الزد بكذا فيبقى انت الفلو وهو طالع لفوق ولا هو هتقل يبقى لازم ايه في البول ايكويشن برضه يعني تطبق البول ايكويشن بين هنا وهنا وفي البول ايكويشن بين هنا وهنا. البريشر هنا زيرو البريشر هنا بزيرو البريشر هنا هو اللي انت عايزه. المساله لما بتيجي ثانيه واحده ثانيه المساله لما بتيجي يا اما بتجي لك اشتغل في الحته دي يا اما اشتغل في الحته دي ما بيجيش الاثنين يعني طبق الرولي ايكويشن مره خلاص. هي فكره المساله ان انت تربط بالرولي ايكويشن والكونتينيوتي ايكويشن بالليفت والجراف. اها ما هو قال لك نجلت جرافيتي افكت يعني نجلت بتنشأ ايه محتاج بعد النوزل هيبقى فرق البريشر البريشر هنا بزيرو والبريشر هنا بزيرو ده يروح وده يروح يبقى فرق السرعه بيساوي فرق الزد هتلاقي اسهل اسهل من دي. المسألة اللي بعد كده هقول لكم نصيحة حلوة كده. دكتور عصام غالبا بيجيب المسائل بتاعته من الكتاب ايه؟ الكتاب المسائل بيجيبها من الكتاب المرجع بتاع يونس شينجر الشيت ده الشيت ده معظم المسائل بتاعته من الكتاب. ما هو مش هيجيب ما هو مش هيجيب لك مساله من اللي في الشيت بس هيجيب لك مساله من اللي في الكتاب. يعني اللي عايز يضمن الجزء يحل الكتاب كله. على فكره مسائل الكتاب سهله في الجزء ده بالذات مسائل الكتاب سهله. ايه؟ لا مش هديك صعبه. انت انا هديك صعبه لو انت ما بتعرفش تحل اكيد يعني زي المكتب كده. المكتب كان صعب صح؟ المسألة رقم 6 مسألة بيقول لك طيارة في الاول خالص عند السي ليفل خلاص
كانت محتاجة سرعة معينة يو سرعة معينة يو عشان تعمل لفت فهي من هي بناية الطير يبقى في حالة السي ليفل كانت محتاجة سرعة نسميها يو 1 خلاص ساعتها كان الرو 1.23 من 100 كيلو جرام على المتر المكعب خلاص الطيارة لما طارت بقت عند ارتفاع 35,000 فيت على ارتفاع 35,000 فيت هل هتحتاج نفس السرعة دي عشان تفضل على الارتفاع بتاعها ولا لا؟ يعني هو في الحالة دي خلاص الليفت والويت متساويين خلاص عشان يفضل الليفت والويت متساويين هل لازم تتحرك بنفس السرعة دي ولا سرعة مختلفة؟ سرعة مختلفة ليه؟ عشان الضغط مختلف؟ البوتنشال اللي بتطلع في الانتباه عشان تطلع فوق في الشركه حد يوضح لا الكمون بتاع اللفت لو كفايه كمون لفت كثافه الهواء فوق مختلفه وبالتالي السرعه مختلفه هو بيقول لك ان الرو فوق عند الارتفاع ده بتساوي عايز السرعة فوق الأركان بس كده دي المعطيات اللي في المسألة عايز السرعة فوق عايز النسبة سوري عايز النسبة بين السرعتين عايز النسبة بين السرعتين يعني لو ده عايز U1 على U2 على U1 عايز U2 على U1 بكام؟ ايه؟ هنساوي الاثنين ببعض جميل ماشي هو لازم الليفت فورس هنا يبقى بيساوي الليفت فورس هنا؟ عشان الوزن واحد المفروض ان في الحاله اللي تحت الويت بيساوي سي ال نص رو يو سكوير في الاريا البروجكتد وهنا الويت بيساوي سي دي في نص سي ال سوري سي ال نص رو يو سكوير في الاريا البروجكتد ايه الثابت وايه المتغير؟ هل الويت يختلف؟ لا السي ال هل السي ال يختلف؟ الطياره وهي تحت وهي فوق هل السي ال بتاعها يختلف؟ لا السي ال بتاعها هيبقى ثابت الرو تسمي هنا رو 1 سوري هنا رو 1 وهنا رو 2 والسرعه هل الاريا البروجكت بتختلف؟ لا اقسم المعادلتين على بعض هيبقى 1 بيساوي رو 2 على رو 1 يو 2 سكوير على U1 سكوير يبقى U2 على U1 بتساوي جذر صح كده؟ أهم حاجة بيعتمد عليها الكوفيشنت أوف دراج أو الكوفيشنت أوف ليفت شكل الجسم ورينولدز نمبر غالبا زي ما بقول لك غالبا بيفرق مع الفلو لامينر ولا تربل غالبا الفرق لو الفلو لامينر بيبقى الليفت ليه قيمه والفلو تربل بيبقى الكوفيشنت ليه قيمه فانت في الحالتين هتلاقي ان الفلو هيطلع تربل الفلو تربل فهم الاثنين هيطلع السي ال هو هو اهم حاجه بيعتمد عليها هو الشكل نفسه والفلو لامينر هو وانت ما خدتوش التجربه بس تطلع كام دي؟ حد معاك كالكوليتر يحسبها؟ حد معاك كالكوليتر يحسبها؟ كم؟
يعني قريب من ضعف السرعه، قريب من ضعف السرعه. هتعمل نفس اللف محتاج قيمه قريبه من ضعف السرعه. ضعف السرعه يعني 1/10. تمام؟ هو اصلا خلي بالك انت لما تيجي تعمل ديزاين لحاجه انت بتاخد الكريتيكال كيس، هو لازم يكون اكبر بحاجه بسيطه على فكره، لان انت ما ينفعش تطلع بسرعه، لازم تطلع جراديوال، فيبقى اللفت فورس اكبر من الويت بحاجه بسيطه. يعني السرعه هتكون اكبر من السرعه اللي احنا جايبينها دي بحاجه بسيطه، سوري يعني السرعه بتاعتك اللي هو حاسبها بالطريقه دي بحاجه بسيطه مش بحاجه كبيره. لان انت مش عايز الطياره تطلع برضه مره واحده، لان اختلاف الضغط ده لو حطيته مره واحده تتعب. هي في الاخر انت دايما دايما لما تيجي تشتغل تشتغل على كريتيكال كيس، زي لما كنت بتشتغل في البيبر بريشر في مساله السايكل. هل انت عايز البريشر يوصل للبيبر بريشر؟ انت مش عايز البريشر يوصل للبيبر بريشر، بس انت بتعوض عن البريشر بالبيبر بريشر، هي دي كريتيكال كيس اللي انا بشتغل عليها. في مشكله كده؟ حاجه صعبه؟ ارتفاع تاني بس مش لازم تستخدمها. في حد كان عايز يسأل؟ مش حد كان عايز يسأل مكاني؟ حد عايز يسأل؟ الحاجة اللي المفروض الدكتور هيقولها في المحاضرة، وانا مش هجيب سيرتها، الماجنس افكت او الماجنس فورس. لا انا هقول بجدها بس ما اعرفش الدكتور هيقول كده. الماجنس افكت او الماجنس فورس ده اللي هو ايه؟ لو عندك جسم، لو عندك كوره، والكوره دي بتتحرك في الهواء والكوره دي بتلف. عارفين الكوره بتاعت روبرتو كارلوس؟ الكوره اللي بتلف دي الموزة اللي هم ايوه الموزة بتعمل ازاي؟ لو انت عايز تخلي الكرة تلف كده بتعمل ايه؟ اهي صباع رجلك بلاش بلاش كور. حد يلعب بينج بونج؟ طيب بتميل المضرب. عايز تخلي الكوره تاخد ازاي في البينج بونج؟ بتميل المضرب. ايوه ايه بقى اللي احنا بنعمله في الكوره في الحاله دي؟ تلمس اقل مساحه. كل اللي انت بتعمله ان انت بتخلي الكوره وهي بتتحرك بتلف حوالين محورها. خلاص يعني الكوره ادي الكوره اهي. خلاص الكوره بتتحرك في الاتجاه ده. يعني الهواء جاي عليها كده، انت بتخلي الكوره بتلف حوالين محورها، لما الكوره تلف حوالين محورها ايه اللي هيحصل؟ الفلو الهواء اللي لازق فيها من هنا بيتحرك مع اتجاه الكوره، وهنا بيتحرك مع الكوره، والفلو اللي جاي من بعيد ده جاي كده وده جاي كده نفس الاتجاه. تمام؟ يبقى السرعه هنا عاليه ولا قليله؟ الاثنين عكس بعض، فالسرعه هنا قليله وهنا السرعه عاليه. لو هنا السرعه عاليه وهنا السرعه قليله يبقى البريشر هنا قليل والبريشر هنا عالي. بقى عندي بريشر هنا عالي وبريشر هنا قليل، فيتولد فورس. الفورس دي تعمل ايه؟ تخلي الكره تحوج. خلاص الكره دي لو سبتها يعني لو هي فضلت في الهواء ممكن تلف ترجع لك تاني، ان هي بتنزل في الارض. ايه اللي مخليها ترجع ليه؟ هي بتحول الكره ماشيه دلوقتي، الكره ماشيه كده بتلف فبتحول، ما هي بتحول وبعد كده بتحول وبعد كده بتحول بتحول. هو اتجاه الهواء بيتغير من هي بتغير اتجاهها برضه. هو اتجاه الهواء ده متحدد على اساس ايه؟ اتجاه سيرها هي، فهي ماشيه كده ف
فبتحوت سنه كده بقت ماشيه كده بتحوت سنه كده بقت ماشيه كده بتحوت سنه تفضل تلف تفضل تلف تفضل تلف لو هي فضلت في الهواء ممكن تلف وتكمل دايره بس هي ما بتفضلش في الهواء مش مهندس لازم تلف حوالين نفسها هي الماجنس افكت ان جسم بيلف بيتحرك في فلو خلاص اللي بيلعبوا وينج وونج المفروض يعني الحاجات دي بيعملوها كتير جدا يعني او تنس او باسكت حد بيلعب باسكت حد بيلعب باسكت مش حد بيلعب باسكت طب حد بيلعب فين كره ناش باسكت بس مش ما لهاش علاقه دلوقتي الباسكت لو حد عايز يحدفها بعيد بيعمل لها باك سبين يخليها تلف العكس كده بس عشان تمشي مسافه ابعد حد بيلعب جولف بس الجولف برضه عشان يعمل مسافات كبيره لازم يعمل لها باك سبين اللي بيلعب جولف على البلاي ستيشن قصدي على البلاي ستيشن بيلعب الكرة الأولانية خالص بيبقى ليها مضرب مخصوص عشان يعمل لها باك سبين عشان تمشي مسافة بعيدة جدا خلاص بعد كده بيبقى على حسب بقى المسافة لو قصيرة بيلعب بالفلات بالمضرب الفلات بالظبط أهو أهو عارف المضرب الفلات بيلعب على البلاي ستيشن أو على الموبايل أو على أي حاجة هي إيه فكرة البومرانج؟ هوكي صح؟ لا الهوكي ملوش دعوة بالكلام ده هي إيه فكرة البومرانج بقى على كده؟ لا البومرانج مختلف عن القصه في الماجنس افكت دي خالص البومرانج ليفت فورس قصه مختلفه عندي بومرانج في المكتب ايه ده البومرانج ده اللي هو بتاع موكي ده لا مفيش مساله انا عايز ايه يعني النظريه بتاعتها تاني بص دلوقتي الجسم نفسه بيلف خلاص فالفلو اللي لازق في الجسم الفلو اللي لازق في الجسم بيتحرك بنفس اتجاه حركه الجسم فالفلو اللي من فوق اللي لازق في الجسم بيتحرك كده والفلو اللي تحت اللي لازق في الجسم بيتحرك كده ها الفلو نفسه بقى الهواء اللي جاي من بعيد كله في اتجاه واحد صح هيبقى السرعه هنا الاثنين عكس بعض الفلو اللازق والفلو عكس بعض فيدي لك سرعه قليله فيديك بريشر عالي هنا السرعتين في نفس الاتجاه فتبقى السرعه عاليه بيساعدوا بعض الاثنين فالسرعه تبقى عاليه فالبريشر يبقى قليل خلاص فرق البريشر ده يعمل لك فرصه عموديه على الحركه خلاص يعني انت كده ده اللي بيسموه في التنس توب سبين انت بتلف في الكوره توب سبين توب سبين خلاص فتنزل على طول تنزل قريب الباك سبين العكس خليها تلف العكس عايزها تحبط بتديها بقى بيتكمل هتنزل لتحت خلاص تخيل ده البلان بقى انت بص عليها بلان تبص عليها من فوق يبقى الكورس دي ليك جنب خلاص اكتر لعبه بيعتمدوا فيها على الكلام ده البيسبول عارفين البيسبول؟ عارفينها؟ ايوه واحد بيهدف كورة وواحد بيضرب حاجات كده غريبة أكتر لعبة بيعتمد فيها على الكلام ده لأن هي الفكرة كلها إن اللي بيهدف الكورة عايز يهدف الكورة بشكل اللي ماسك العصاية ده ما يتوقعهوش حد فاهم البيسبول؟ بيهدفها له بعدين يطلع يجري لازم يجري حد يجي يشرحها لي عشان اللعبة دي مش قادر أفهمها وفي هوم ران وبيس وحاجات كده ايه؟ هي اللعبه مفهومه بس النقط بتتحسب ازاي؟ ما انا مش عارف برضه يجروا فجاه كده تلاقيهم كلهم يعني بالكوره وبعدين حاجه غبيه كده يمسكها قبل ما تلاقيها بص انا الحاجه الوحيده اللي اعرفها ان الواحد بيهدف الكوره وفي واحد قصاده تبعه عايز يلقى في الكوره وفي واحد واقف في النص عايز يضرب الكوره بالعصا يضرب الكوره ويطلع يجري اكتر من كده ما اعرفش يطلع يجري قبل ما التاني يمسكها لا يمسكها ويتاجر ايه؟ يمسكها ويتاجر يا عم انا عايز اكل يلا خلاص في اسئله؟ بقيت الشتاء ماله بقيت الشتاء انتوا تحلوه بقى على فكره الشتاء ما فيهوش مسائل صعبه خالص يعني هي المسائل الغلسه هي المسائل اللي احنا قلناها واحده فيها بوينت فورس واحده فيها مجهول ايكويشن فهي دي المسائل بتقعد تعويض مباشر تعرفوا حاجه اسمها الدرافتنج مش الدريفتنج الدرافتنج
ايوه بالظبط ايوه بالظبط. اتقالت في المحاضره. يا سلام. اسئله العجل يا سلام بتاع العجل. انتوا عارفين ان في سباق عجل اصلا معتمد على الموضوع ده؟ شكرا. كده الدكتور قال كل حاجه زي الفل. طب ادوكم بقى ليفت بوس ايه؟ عشان لما حد يفرمل كله.